يا عرابي، إن الحياة مجموعة من القرارات، فإذا أصاب الإنسان في اختياره صار قريبا من السعادة، أما إذا أخطأ الاختيار فعليه أن يتحمل قسوة هذه الحياة. نطالب بثورة كبيرة نقضي بها على الظلم، واخترناك يا عرابي لنطالب بحقنا. معك حق يا عرابي، جئنا إليك لعدة أسباب ومستعدين لأي خطوة لتحقيقها. نحن ليس لنا مكان يا عرابي، وما أدراك أخذ مكاننا في كل شيء، فلن نعد نتركه وساء تحولنا. فالشعب يعاني من فرط اضطراب يا عرابي. حكومة رياض بشر جعلت حالنا في جحيم وظلم وفساد، والشعب المصري والجيش معك يا عرابي. نطلب مطالبنا ونحقق أهدافنا في ثورة كبيرة جعلها أسقاط وصارة رياض باشا المستبدة، وتشكيل مجلس النواب وزيادة عدد الجيش إلى 18,000 جندي. مصائبنا تتمثل في اسقاط وزارة رياض باشا المستبدة، انشاء